مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم احنا ضيوف في استوديو بساط، غنشوفوا فريق العمل ديال الملحمه الوطنيه نفديك يا وطني. الا بغيتوا تعرفوا هذا فريق العمل خليكم معنا، نخليكم مع احد جنود فريق العمل الملحمه الوطنيه نفديك يا وطني. عرفنا بنفسه، مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم ناجي عزمي، فنان الملحمة الوطنية من كلماتي وألحاني والفكرة بتاعتي. طبعا بصراحة ابتديت الفكرة من الأول، إن أنا من في ظل الأحداث اللي وقعت في المغرب في بالنسبة للصحراء المغربية، وشفت من نبض إحساس الوطني، لقيت الشعب الوطني الشعب المغربي شفته متحمس لقضية الصحراء المغربية، وإحنا كرسالة خصنا نأديها كفنانين يكون لنا دور في هذه القضية. فمنها جات الفكرة ديال الملحمة، وطبعا ماشي بواحد اللي جلست فيها كان معايا الفنان الموزع محمد بساط ومجموعة من المغنيين، طبعا كان معايا الفنان مصطفى برتون والفنان مراد ميامي، وابتديت نتناقش مع الفنانين بالنسبه كان معنا مثلا الفنان فؤاد زبادي، الفنان محمد العنبري، الفنانه نادي ايوب، الفنان عبد العلي الغاوي، يعني مجموعه من الفنانين بلا ما ننسى حاتم ادارته هو، ومجموعه من الفنانين ابتدينا نتناقشوا كيفاش نعبر عن رسالتنا احنا كفنانين باش يكون لنا دور في القضيه ديال الصحراء المغربيه. يعني شنو الرساله استاذي، الرساله اللي باغي توجه من نفديك يا وطني؟ نقدر نجبدها لك من الكلمات ديال الملحمه، يعني ابتدينا بالكلام وهو الرساله الاولى، ان احنا نفديك يا وطني بصدق وحب، بعزيمه وهمه كل الشعب، كل مواطن مغربي، والصحراء مغربيه حضره برجال ابيه. حضرة برجال أبية هي حضرة برجال المغرب، سواء مواطنين سواء القوات المسلحة المغربية، يعني كل فرد من أفراد الوطن. وعود تاني نقول نفديها بالروح والدم نصرة للوطنية، هي احنا قلنا نصرة للوطنية، الوطنية المغربية. فطبعا احنا كان أكد على وحدة التراب المغربي من طنجة لجويرة، كنقول هذه وحدة وطنية للمغرب كامل خاصنا نحافظوا عليها، وديما نعبر للعالم كله ان احنا يعني متحمسين لهذه القضية، ان المغرب صحراءها مغربية، هذه غير قابلة للنقاش. احنا ممكن مثلا نتفاوض مثلا في حل سلمي للنزاع اللي موجود، ولكن القضية الصراحة الصحراء المغربية هذه معروفة، ما غير قابلة للنقاش كما قال سيدنا الله ينصره جلالة الملك. ومن بعد هدرنا فقلنا الوطن الغالي في الدنيا هو العالي بصوت الحق، يعني هذا هو صوت الحق، إن الصحراء هي مغربية، يبني مع البنيين. هي إحنا كان مغرب البناء والتنمية والتطوير في عهد جلالة الملك نصره الله، وللسلام مؤيدين. احنا ماشي زعما، كان بين ان المغرب ماشي دولة حرب، احنا كان ايد للسلام، السلام من جهة ان احنا كان نبغي السلام لكل دول العالم، وسواء مثلا ما كان نبغيش الحرب، وما كان نبغيش ان احنا نتعادي مع اي دولة في العالم قاع كاملين. وبعدين بالظلم حاولوا يعادونا وإيماننا هو اللي حمينا، هذه هي بينا، إيماننا هو اللي حمينا من الظلم، مغربنا عايش في قلوبنا بحب ملكنا ورايتنا. طبعا المغرب الحبيب عايش في قلوبنا وبحب جلالة الملك والراية المغربية. جنة القلوب يا وطن، جنة القلوب اللي هي المغرب، وزين الشعوب هو الشعب المغربي. هذه تقريبا يعني نبذة قليلة من الكلمات ديال الملحمة، هذه اللي كان بين فيها ان رسالتنا واضحة للعالم كله، ماشي غير المغرب، للعالم كله، ان احنا الصحراء مغربية، وبنؤكد على الوحدة الترابية للمغرب كامل تحت قيادة طبعا جلالة الملك محمد السادس الله ينصره.
مشاهدين انفاس بريس معنا احد افراد فرقه يعني الملحمه الوطنيه نفديك يا وطني، غير عرفنا براسو. مرحبا بك معنا. معكم مراد ميامي فنان شعبي، والدور ديالي في هذه الملحمه هو الاستشاره الفنيه والعلاقات العامه. انا الاستاذ مصطفى برطول هنا كنكون عرفكم بواحد الملحمه اللي غتكون ان شاء الله وطنيه وكتهضر على البلاد وكتهضر على ملكنا جلاله الملك نصر الله والوطنيه ديالنا والمغربيه ديالنا، بحكم اننا فنانه وبحكم اننا بغينا نوصلوا الرساله ديال الوطنيه ديالنا، بغينا نعبروا على الحب ديالنا للوطن بهذه الملحمه ان شاء الله. وشكون الفنانه اللي شاركوا فيها؟ ولا بغيتي تعطينا الاسماء؟ مرحبا، بكل تاكيد غنعطيكم الاسماء لانهم هما الناس الاعضاء اللي غينجحوا ان شاء الله هذه الملحمه وساهموا معنا بوقتهم بصوتهم. معنا الفنانه نادي ايوب، الاستاذ فؤاد الزبادي، ناديه بن عياد، حاتم دار، ابتسام فتحي، محمد العنبري، وحنان غالي، محمد حموده، هذا محمد حموده فنان مصري، باش هنا كيكون واحد التناسق ما بين المغرب ومصر وتونس. ومعنا جواد بن نونه، وعلي مديدي، وسعيد المذكوري، عبد العالي الغاوي فنان كبير ديالنا، صوفيا الامين، محمد بساط، سلمى، مصطفى برطون، وسيدي محمد عبد الرزاق، وهشام الدريجي، وعبد ربيه، سامية صبري، وطارق جهاد. سي مراد، يعني هاد الملحمة دي واش صورتوها ولا في إطار إنجاز التصوير ولا يعني الإجابة راه عندك أنت؟ مرحبا. بالنسبة للتصوير أو حنا دابا كملنا مرحلة الصور اللي خدات لنا مدة ديال تقريبا 3 شهور من العناء ومن زعما المجهود ديال الجبار ديال الفريق كله. ودابا ان شاء الله في اطار التصوير ان شاء الله غادي نصورها، غتكون صوت وصوره. المهم الصوت راه موجود، الصوره ان شاء الله في انتظار ديال تكميل ديال التصوير وداك الشيء ان شاء الله. ومن طبع اول قناه اللي غتعرضها صوت وصوره هي انفاس بريس. اول قناه جات ساندتنا هي انفاس بريس، ومرحبا بكم ان شاء الله تكون حصريه ان شاء الله ليكم نتوما. وحنا بغينا من هذا المنبر ديال انفاس بريس ومن منابر اخرى ان شاء الله توصل للعالميه ان شاء الله، لانها رساله وطنيه وماشي غير ديال شخص ولا ديال جوج ولا كتعمل، هي رساله وطنيه 100%، وغتكون ان شاء الله صالحه للاجيال ديالنا اللي جايين والفنانين اللي جايين تاهما، باش نعطيهم واحد النبذه، نعطيهم واحد الطاقه، لان على نوع الاغاني اللي خصهم يتغناو. من ضمن ان كنغنيو مثلا كل فنان كيدير التخصص ديالو، هنا خصو يكون غني على الوطنيه، لان الوطنيه في الدم ديالنا وضروري ان شاء الله نغنيو عليها. شكرا مراد ميامي فنان شعبي، وهو يعني صاحب العلاقات العامه للملحمه الوطنيه نفديك يا وطني. مشاهدين انفاس تي في، دابا معنا واحد من الجنود الخفاء ديال الملحمه الوطنيه المغربيه نفديك يا وطني، هو الموزع محمد بساط. مرحبا بك معنا. مرحبا بانفاس، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. معكم سيمو بساط، موزع موسيقي. يعني المده ديال هذه الملحمه شحال دات لكم ديال الوقت؟ وفي الحقيقة دات واحد شويه الوقت نظرا للعدد ديال الفنانين اللي شاركوا، تقريبا شي 20 فنان. كيكون نهار اي ونهار لا، كيكون فيها ملي كيجي الفنان كيسجل الصوت ديالو كيمشي، والحمد لله دازت الاجواء في التاخي. و كل الشعب نفسي يا وطني سلك وحب.